نوضي اختي، اليوم جينا نتكلموا على النساء. نعم اختي، بغيتي تدخلي الجنة. كل شيء كيتمنى يدخل الجنة، الجنة يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. الجنة اختي عندها شروط ديالها. اولا نوضي صلحي نفسك اختي، ومن الاخطاء اللي ارتكبتي، ومن الافعال اللي ارتكبتي، راه الله كيعطي الواحد على كل حاجه دارها. كل واحد كيتمنى يدخل الجنه، ولكن ما يمكنش اختي، كيف ما سبق وتكلمنا قبل، هضرنا على الراجل اللي ما جينا نهضروا على المراه، ولا شي حوايج اللي بعض النساء اللي ما عارفينش اشياء اللي كيرتكبوا. شحال اختي قدك غتعيشي، وشحال قدك ما ترتكبي في الافعال التي ترتكبينها، وعلى الاشياء التي تقولينها، وكذا 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 وكذا، اشياء غير موجوده وغير صحيحه. يعني كيف ما كنقولوا، شنو هو الهدف ديالك؟ يعني كتقولي واحد الاشياء اللي يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى، وهذه الاشياء التي تقولينها ليست صحيحه، بل هي جرائم ترتكبينها في حق بعض الاشخاص، وبعض الاشخاص يصدقون ما تقولين، ولكن انت كتنسي راسك، ما عرفاش اشنو كتسناك يوم القيامه. غتعيشي 80 عام 100 عام، ولكن الافعال التي ترتكبينها سوف تحاسبين عليها واحده ثم واحده. داكشي علاش اختي كنقول لك نوضي تصالحي مع نفسك، وطلبي من الله يغفر ليك. المهم الجنه اختي يعلم بها الا الله عز وجل، ماشي حنا اللي كنتحكموا فيها كنقولوا لا غادي ندخلوا، الله هو اللي كيحكم علينا شكون اللي غيدخل الجنه. نعم اختي، ولكن هذا الميساج هذا كنقولوا للنساء المتزوجات او غير المتزوجات، كاين المراه اللي كتعامل اشياء طيبه، ما كديرش شي حوايج اللي كيعصيو الله عز وجل، وكاين بعض النساء اللي عندهم المال، عندهم كيف ما كنقولوا ما يكفيهم، ولكن المال ماشي هو اللي غادي يدخلك الجنه اختي. او عندك وعندك 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 الله يزيدك، ولكن راه ما عارفاش اشنو كيتسناك يوم القيامه. حتى داك المال والفلوس وداك الشيء كامل اللي عندك، والافعال اللي كديريها، كتقولي غدا ندخل الجنه، انا عندي وعندي وعندي وعندي، وانت كترتكبي اخطاء كثيره. راه كاين الناس اللي عندهم فلوس، ياك عندهم الفلوس، ولكن كيعرفوا بينهم بين الله عز وجل، ما كيديروش شي حوايج خايبين، ما كيفرقوش اسر، ما كيديروش شي حوايج اللي كيعصيو الله، يعني كيديروا اشياء اللي ترضي الله عز وجل. هادوك المكان ديالهم في الجنه موجود. النساء المتزوجات، نعم اختي بغيتي تدخلي الجنه، ولكن خاصك تصالحي مع نفسك، ما ديريش شي اشياء اللي تضري بها نفسك وتضري بها الزوج ديالك، حيت الله عز وجل كيشوف كل حاجه كديريها. المراه خاصها تعاون هي وراجلها، كيقولك تعاونوا بالبر والتقوى، ما نديروش شي حوايج اللي خايبين، ما ديريش شي حوايج اللي خايبين مورا راجلك اللي غيضر بالسمعه ديالك، واولا غيبعدوك على الله عز وجل في الجنه، حيت الله كيشوف كل حاجه التي تقومين بها،
كذلك الرجل، غاديش نقولوا غير المرأة حتى هي ولا حتى الرجل حتى هو، على داكشي الا كنتي كديري شي حاجه اختي نوضي تصالحي مع نفسك قبل ما يفوتك الفوت، ما تقوليش انا غدا ندير هادي وهادي وهادي وراجلي ما كيسقش ليا الخبار ولا هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي. والله يا اختي، والله يا اختي سوف تندمين يوم القيامه. والله علاش كنقول لكم الواحد يتصالح مع نفسه، الناس اللي كدير الحوايج الخايبين ماشي كنقولوا شي حوايج فاسدين ولا الناس اللي كتخلق المشاكل او كترتكب بعض الافعال اللي يعلم بها الا الله عز وجل، كنطلب منا تنوض، طلب من الله يغفر ليها. وهذا هو الدرس اللي كان اليوم، وكنتمنى تكونوا استفدتوا. وهذا انا ما كنتسناش نقول لكم من هذا المنبر هذا ديروا لي جيم ولا دعموني ولا شي حاجه، لا، انا الله عز وجل هو اللي غادي يكافيني، هو اللي غادي يجازيني على هذا الكلام اللي قلت لكم. ما غنحتاج شي واحد نقول ليه بارطاجي ليا ولا فعل ليا ولا دير ليا ولا دير ليا، الله هو اللي غادي يجازيني. هذا كلام من قلبي والله لك يا اختي.